إذن احتراما للبروتوكول ديال الإجراءات الاحترازية اللي نهجتها كلية الحقوق، كنعملوا دائما على تعقيم جميع القاعات اللي كيدوزوا فيهم الامتحانات والإدارة إلى غيرها بشكل يومي. وكنشكروا هنايا السلطات المختصة اللي كتصيفطنا هاد الناس هادو، كيجيو عندنا في كل مساء في الساعة 8 مساء، كيبقوا كيعقموا هنا هاد المؤسسة، وكيعقموا المؤسسة ديال لينسا حتى هي اللي كيدوزوا فيها الطلبة ديال كلية الحقوق. ودابا حنا في الأيام الأخيرة إن شاء الله ديال الامتحانات، لأن باقي لنا هاد 3 أيام باش عاد نبداو مع المراكز الأخرى اللي هي خارج مدينة طنجة.